Bonsoir. اسمي تاتيانا. إذا بطلع مثل بان بوعدكم أتحمل كل مسؤولياتي، وهدفي إن أطعم الجعانين وحرر جنوب وأزرع السلام بالعالم. عم بمزح. أنا بنت لبنانية عادي، وهدفي مثل كل بنت لبنانية عزبة. شو هدفها؟ تتجوز. إيه بس انتبهوا، هيدا مش هدفي أنا، هيدا هدف الماما والبابا وخالتي وجوز خالتي والدكانجة والجارة والمجتمع كله لحقني. يلا يا طنط، وشو بعدك ناطرة؟ حاجة تضيعي وقت؟ البنت فوق 22 ببلش يروح رونقة ونصايح. امبارح كما شتني جارتي، بتعرفي شو قالت لي يا كريستينا؟ قالت لي ليكي يا طنط، إذا بيجيكي عريس ما معه مصاري، منه مأمن، ما عنده بيت، ما بيأثر تجوزيه بس نستري. طيب اوكي، بدكم نتجوز منتجوز. اللي بس في رجال؟ ما كلهم برا. في رجال بالسعر؟ مش المجوزين العزابة. في رجال عزابة بالسعر؟ يرفعوا ايدهم. شفتوا المساطر اللي بقيوا؟ وانتزعوا. ما كل نهار بيسمعوا عم بيقولوا لهم صار في سبع بنات على شاب بلبنان. اي شاب عليه سبع بنات وبده يفكر يتجوز؟ انه لا، معه حق. مظبوط ولا لا؟ والباقيين برا. بس انتبهوا، بحبوا البنت اللبنانيه عن جد. ليش هالواحد يحكي؟ بيجوا كل سنه بنبشوا على بنت بدهم اياها بجمال هيفا، ببراءة ماجدة، وبنفسية ملحم. شو بيطلع له؟ ما بيطلع له وحدة إلا بجمال ملحم وببراءة هيفا، وبتصرخ عليه مثل ماجدة الرومي. شهرين زمان وبطلقوا. اصلا صارت موضه، ثلاث ارباع العالم عم بتطلق. شو هينه؟ ما عم بيعطيني حنان، بدي طلق. انكسر ضفري بالجلي، بدي طلق. بتعرفوا شو لازم يعملوا؟ لازم يعملوا ليست دو طلاق. هيك كل ما يطلق حدا بحطوا له 100 دولار بحسابه طيردو. انه منطقيه اكثر من ليست دو مارياج. انه طلقوا من هون وبصيروا يكبوا على بعضهم. الحق عليك؟ لا الحق عليا. كله من ورا امك؟ لا امك، لا امك. اوف، بالنهايه مش الحق على حدا. بتعرفوا شو السبب الاساسي للطلاق؟ الزواج.